كانت هذه مراسلة بعثة التلفزة من مدينة فاس. من جهة أخرى وصل صباح اليوم إلى مطار محمد الخامس الدولي السيد عصمت كتاني رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة قصد حضور مؤتمر القمة العربية 12 الذي سيعقد غدا بفاس. وقد عبر السيد عصمت كتاني في التصريح الذي أدلى به في المطار عن سروره لتلبية دعوة صاحب الجالة الملك الحسن الثاني لحضور أشغال قمة فاس، وتمنى للمؤتمر النجاح حتى يحقق آمال الأمة العربية. طيب، هل اخترت لأحد أبنائك مهنتك؟ لا أبدا، لا أبدا، كل واحد من الأبناء اختار الميدان اللي كيروق به، شي اختار الإدارة، شي اختار الميادين اللي كتعجبوه. وأنا من طبيعتي أنني ما عمري نلزم. كانت في فترة السبعينات واحد البنت من البنات ديالي شاركت في التلفزة، هذا ما في علمكش فاطمة، كانت كتضيع الأخبار بالفرنسية وانقطعت بعد الزواج. الزوج ديالها ما بغاهاش باش تعمل في التلفزيون وانقطعت عن التلفزيون. طيب، الأخبار تتنوع، المفرحة منها والمحزنة والمؤثرة. نعم. فما هي الأخبار التي تذيعينها بارتياح، وما هي الأخبار التي تكرهين أو لا تحبين إذاعتها؟ الميدان ديالي كيلزم علي أنني نتكيف مع كل حاجة من هذه الحاجات، بحيث الخبر المفرح كنعطيه ما يليق به، كيخصو الطابع ديالو، والأخبار المؤثرة والمحزنة كيخصني نعاود نعطيها الطابع اللي كيليق بها. فلازم كما قلت في السابق، المذيع أو المذيعة خصو يكون يتكيف مع كل الأحداث اللي غتضيعي به برقية، ماشي هو اللي غتضيعي به خبر على البوسنة والهرسك. للكوارث الطبيعية كيخصك تعطيها واحد الطابع في شكل آخر. فهذا من خلال تجربتي الطويلة اكتسبته، كان نعرف شنو هما المسائل، كيف نقرأ هذه وكيف نقرأ الأخرى وكيف نقرأ الأخرى، والمستمع كيتقبل.